بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جيتكم فيديو جديدة، فيديو تاع هاد الفطيرة ولا بيتزا ولا يعني كل واحدة كيش تسميها، يعني تجي بزاف بنينة وهايلة. واحد الخبز يجي رائع، إن شاء الله تنال إعجابكم. بسم الله نبديو في الوصفة مع بعض. نجيب إناء نحط فيه كاس حليب يكون دافي، كاس معمر، كاس العادي يعني اللي نعبره به. نزيد عليه نص كاس تاع الزيت، يعني نفس الكاس اللي راني نعبر به. نزيد عليه مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز، مغرف كبيرة تاع السكر، ونزيد كاس معمر تاع سميد رطب كما راكم تشوفوا. ونخلط مليح جميع هاد المكونات هكذا مع بعض، يعني مازال ما درتش الملح، نديره في الاخير مع الفرينه. نخلط مليح نتحصلوا على هاد الخليط اللي هو هكذا يجي ثقيل. ودروك نزيد الملح ونلم هاد العجينه هكذا بالفرينه، الملح على حساب الذوق. ونبدا نزيد في الفرينه غير بشويه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه كما راكم تشوفوا. يجي واحد الخبز هشيش بالسميد، يجي روعه، بنين بزاف، شباب، القوام تاعها روعه. لهنا هاي دي العجينه بعد ما تحصلت عليها راح نخليها تخمر في خاطرها حتى يتضاعف الحجم تاعها، ونوجدوا الحشوه مع بعض. جبت المقله درت فيها شويه تاع الزيت، نص حبه تاع البصله، وعندي لهنا كفته تاع الدجاج يعني محرجه، واذا ما كانت عندك محرجه تزيدي لها الملح، فلفل كحل، سكنجبير، فلفل احمر، وتقليهم مع بعض. لهنا هاي دي بعد ما طابت لي زدت عليها نص مغرف كبيره تاع طماطم المصبره. بعد ما تطيب هذيك الكفته ونبدا ندخل فيها هكذا، تقدروا تزيدوا واحد زوج قطرات هكذا تاع الماء يا هكذا باش الطوماطيش هذيك تنحل، ونخليها تقلى في خاطرها. وهي دي العجينة تاعي بعد ما خمرت لي، جبت لهنا بابي كويسون في هاد السينية، وراني رايحة نحلها بهاد الشكل هكذا، نحلها هكذا كامل كبيرة. ومن بعد نبدا نفوت عليها بهكذا بصباعي كما راكم تشوفوا، يعني نعطيها هاد الشكل هذا باش هنا نحط الحشوة نتاعي. رايحة نكمل بنفس الطريقة، وهي دي بعد ما كملتها نجيب الحشوه تاعي اللي هي يعني سهله، كفته. تقدروا تزيدوا معها فلفل مقطع ولا زيتون خضر، ولا يعني الحشوه تقعد عندكم اختياريه. وراني نعمر هذاك الفراخ، نعمرها مليح هكذا بهاد الكفته اللي عندي. ان شاء الله تجربوها لوليداتكم، تجي بزاف بنينه. لهنا راني نكمل بنفس الطريقة. ودروك عندي الفرماج، فرماج غابي اللي كان عندك متواجد، نديرو هكذا من الفوق هكذا على الوجه كامل. انا هنا كان درت شوية فرماج غوييغ وشوية الجودة، هادو زعما بنان حتى كي ديريهم في البيتزا، يعني هادو هما اللي بنان، هما هادوك اللي ماشي بنان يعني غير ديريهم كتحسي راكي تاكلي في صابون، ماشي كامل فيهم البنه تاع الفرماج. وزيد كي هاد الفرماج ينحرق يعطي واحد البنه روعه. لهنا راني نكمل، ما رايحاش ندهنها بالبيض، يعني نخليها غير هكذاك. هاد الجناب دهنتهم شويه تاع الماء، غير بانسو درت فيه شويه تاع الماء، ودرت عليها هاد الكراند بافو ودخلتها الطيب. وهذه هي الفطيره تاعي، راها واجده، شهيتكم فيها بالصحه. شوفوا كيفاش تجي، حمروها مليح باش هذاك الفرماج يعني ينحرق ويجي بنين بنين بنين. لهنا رايحه نقصها معكم باش تشوفوها كيفاش جات. البنات ما تنساوش تخليو لي لايك وكومونتير. هاي دي شهيتكم فيها بالصحة، تجي تهبل، تجي تقرمش من تحت وطرية. شوفوا كيفاش راها. نشكركم على المشاهدة، السلام عليكم.